السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من الأولى وهذه عناوينها. جلالة الملك يدعو في خطابه السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية إلى التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة كمدخل حقيقي لبناء نموذج تنموي فعال. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالجديدة افتتاح معرض الفرس في دورته العاشرة تحت شعار 10 سنوات من الولع والاعتزاز. واليوم تحل ذكرى إعلان جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء ملحمة وضاء في مسلسل استكمال وحدته الترابية. وفي اليوم العالمي للغذاء جهود حثيثة يقوم بها المغرب عبر مخطط المغرب الأخضر من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاستثمار الأمثل للثروات الطبيعية. أهلا بكم. المواطن المغربي بانتظارات ومطالب اجتماعية وتنموية وقف عندها مليا الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، وأمام نموذج تنموي محدود الجدوى الحلول تكمن في التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة. قراءة في هذا المحور مع ليلى عسلي، عاشور بن مسعود والمهدي العيسي. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. الجهوية المتقدمة شكلت محورا مركزيا في الخطاب الافتتاحي للدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، خطاب جدد الدعوة إلى تسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة ووضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيلها بهدف تدبير الشؤون المحلية بشكل أفضل نظرا لما تحمله الجهوية المتقدمة من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية التنموية بمختلف جهات المملكة. ما فتئنا ندعو للتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية بمختلف جهات المملكة. فالجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة ومقاربة عملية في الحكمة الترابية، وهي أنشأت طرق لمعالجة المشاكل المحلية والاستجابة لمطالب سكان المنطقة لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين. كما وجه الخطاب الملكي السامي الدعوة للهيئات المنتخبة لكي تقوم بأدوارها في اتخاذ المبادرات للتجاوب مع ساكنة كل الجهات. واستمرارية الخطابات السابقة، وهو في الحقيقة يعتبر فتح لأوراش إصلاحات أخرى، فكنظن بأن الإصلاحات تهم أولا وقبل كل شيء قبة البرلمان بالدرجة الأولى، وثانيا تهم الجماعات الترابية سواء على المستوى الجماعي أو على المستوى ديال الجهة. إن الخطاب الملكي حسم في البرلمان بخصوص الجهوية المتقدمة على أساس أنها أصبحت أمرا محسوما فيه بشكل نهائي، وأصبحت مسألة مصيرية ومسألة استراتيجية لا رجعة فيها، والعمل بكل تأكيد وبشكل حثيث على تنزيلها وعلى حسن تنزيلها كي تتحقق فعاليات الترابية الجهوية وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي. الخطاب الملكي السامي جدد كذلك التأكيد على أهمية الإسراع لإخراج ميثاق متقدم للتمركز الإداري بما يمكن من نقل السلطات إلى الجهات وتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية. واليوم بات من الضروري التفكير في تمركز إداري جديد
يأخذ عدد من المعطيات بعين الاعتبار، أول هذه المعطيات هو العنصر البشري أو التطور الديموغرافي الذي حدث بالمغرب، التوزيع الترابي الجديد بالنسبة للمغرب، وهو ما يقتضي اليوم على أساس أن السلطات المركزية في المغرب يجب أن تمنح مرونة أكبر لتمثيليتها على مستوى الجهات، بحيث يمنحها هذا القدرة على تتبع المشاريع وعلى الاستماع أكثر حاجيات وأخذ خصوصيات المجال الجهوي. خطاب أجاب على انتظارات المواطنين بأفق الأمل ورسم معالم مسيرة جديدة لمغرب الغد. معرض الفرص بالجديدة يطفئ شمعته العاشرة، موعد ترأس حفل افتتاحه اليوم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبرنامجه حافل بالأنشطة التي تحتفي بالفرس ومكانته في الهوية الثقافية المغربية. المشاركون 100 عارض يمثلون 20 بلدا، وشعاره معرض الفرس 10 سنوات من الولع والاعتزاز. قيس محسن والتفاصيل. مركز المعارض محمد السادس بالجديدة ووصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وفي مقدمة مستقبليه مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية، وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الملكي التي قدمت لسموه التحية، تقدم للسلام على سموه عدد من الشخصيات السياسية والمدنية والعسكرية. إثر ذلك قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بجولة عبر مختلف فضاءات المعرض الذي يضم فضاءات للعارضين مخصصة للجهات الاثني عشر للمملكة، والتي تحضر بقوة بتراثها الزاخر وبمكوناتها ومؤهلاتها الثقافية والحضارية المرتبطة بالفرس، زخم يوضح ما تزخر به مختلف مناطق المملكة في مجال تربية الخيل والمهارات الخاصة بالفروسية. ويمثل معرض الفرس بالجديدة مزيجا فنيا ومتنوعا وزاخرا بمواضيع تاريخية ورياضية وتنافسية، كما يشكل فضاء مفتوحا للمنتوجات والخدمات المتعلقة بقطاع الفروسية. دورة هي العاشرة من نوعها تحمل شعار معرض الفرس 10 سنوات من الولع والاعتزاز. كما زار صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفضاء المؤسساتي والذي يضم معارض للأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والحرس الملكي والدرك الملكي والقوات المساعدة، حيث قدمت لسموه التوضيحات والشروحات الخاصة بارتباط الفرس بالعديد من المهام التي يسهر على إنجازها أفراد هذه القوات، أروقة لكل منها مجال تخصص محدد يرتبط في شموليته بالفرس، وصممت وفق هندسة معمارية تساهم في نشر ثقافة الفروسية لتكون بمثابة إنجاز مهم يتوقع من خلاله المنظمون أن يستقطب آلاف الزوار. هذه فعلا سنة عشرة، والحمد لله أنه النضج كبير اللي وصل له هذا المعرض واللي عنده إشعاع مش وطني فقط، إشعاع دولي. هذا المعرض كنعرفوا بأنه من نهار الأول صاحب الجلالة وكيوصي عليه ومتبعوه، والحمد لله اليوم الحضور ديال ولي العهد يعني كيعطي دفعة وشحنة يعني جديدة لهذا القطاع، وغادي تكون مناسبة يعني كبيرة. وبالحلبة الرئيسية للقفز على الحواجز تتبع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن عروضا فنية متنوعة في الفروسية، من بينها استعراض للقوات المسلحة الملكية أبان خلاله الفرسان عن دقة وتحكم كبيرين بالفرس. سموه تبع أيضا عروضا لعدة فرق من داخل المغرب وخارجه عكست مدى الجمالية والانسجام الذي يربط الفارس بالفرس. عندنا واحد العدد كبير من المشاركين من الخارج وخاصة من دول الخليج وكذلك من دول الإفريقية الشقيقة اللي جاوا شاركونا، بعض منهم لأول مرة هاد السنة في هذا المعرض. طاقت اللجنة المنظمة باش تكون هاد الدورة عندها أهمية خاصة بحيث أنها هي الدورة العاشرة، وطاقينا باش نديروا واحد الوقفة تأملية باش نشوفوا شنو هما الإنجازات اللي كانت وقعت من
بهذا الاحتفالات اللي كنحتفلوا بالفرس، ولاحظنا انه الايجابيات كثار. اثر ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير مولاي الحسن عروضا للفروسيه التقليديه المعروفه بتبوريده، عروض قدمتها سربات تمثل مختلف جهات المملكه. وبعد نهاية العروض الخاصة بفن تبوريدا والتي ميزت افتتاح الدورة العاشرة لمعرض الفرس، أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع مقدمي السربات قبل أن يغادر سموه مركز المعارض. مركز المعارض محمد السادس بالجديدة الأول من نوعه بالمملكة، فضاء أحدث بتعليمات ملكية ليساهم في إشعاع الفروسية كموروث متجذر في الثقافة المغربية. نكتشفه وإياكم في ريبورتاج ليلى عسلي، عبد الكريم المغاري ومصطفى ودة. مركز المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة يحتضن الدورة العاشرة لمعرض الفرس، مركب يعد الأول من نوعه بالمملكة، متعدد التخصصات تقدر مساحته ب 46 هكتارا، ويساهم في تقوية وتطوير البنية التحتية لإقليم الجديدة وكذا تنمية قطاع الخيول، كما يلعب دورا أساسيا في التعريف بالتراث المغربي المرتبط بمجال الفروسية في مختلف جوانبها. مركز يضم فضاءات للعروض ومرافق للاستقبال وقرية للأطفال وفضاءات خاصة بفن التبوريدة تستقبل سربات من مختلف جهات المملكة، إلى جانب رواق للمعارض والمؤتمرات. هذا مركز المعارض محمد السادس تم افتتاح ديالو في 2015، هو بنيه تحتيه اللي مفتوحه ماشي غير معرض الفرس، واللي تم البناء ديالها من بعد التعليمات الساميه لصاحب الجلاله في 2008 في الدوره الاولى لمعرض الفرس، اللي هذه البنايه هذه كيف كتعرفوا فيها 20,000 متر مربع اللي تحت المعايير الدوليه للمعارض. مركب يمتاز بهندسة معمارية فريدة تختزل في تصاميمها الهوية المغربية، شهد منذ افتتاحه تنظيم سلسلة من الأنشطة التي ساهمت في بلورة ثقافة الفرس بالمغرب، ويواصل اليوم باحتضان هذا الحدث ذو البعد الدولي الاحتفاء بالفرس والفارس. هذه البنية التحتية هذه فيها أيضا 2500 مكان لتوقيف السيارات، وأيضا تقريبا 7 ديال الأكتار اللي التبوريدة اللي كنستعملوها التبوريدة في عمارة الفرس، واللي في تدهورات أخرى يمكن لها تستعمل الاحتياجات أخرى. وهذه البنية التحتية اللي مفتوحة لكاع كل التدهورات في المغرب باش تدعم وتساهم في تطوير الاقتصاد في المغرب، ولا أيضا الثقافة ولا الرياضة. ويندرج إنشاء مركز المعارض محمد السادس في إطار استراتيجية النهوض بالقطاع الاقتصادي والسياحي لعاصمة دوكالا، وسيمكن طيلة أيام المعرض من تعزيز الثراء وأصالة التراث الفروسية ببلادنا. في مثل هذا اليوم من سنة 75-900 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني يعلن عن تنظيم المسيرة الخضراء، مسيرة دونت فصولها بمداد من فخر واعتزاز في سجل نضال العرش والشعب، وملحمة يتوارثها المغاربة جيلا بعد جيل. أمينة سليماني تطرق أبواب الذاكرة الوطنية. 42 سنة مرت على تاريخ الإعلان عن تنظيم المسيرة الخضراء. الإعلان جاء بعد إصدار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والذي أكدت فيه أن الصحراء لم تكن يوما أرضا خلاء، وأن روابط قانونية وأواصر بيع كانت تجمع بين سلاطين المغرب وبين الصحراء. محكمة العدل قالت هناك روابط قانونية أولا، وروابط بيع بين المملكتين المغربية وبين الصحراء. ويشكل هذا الرأي اعترافا دوليا لا يقبل التأويل بشرعية مطالب المغرب لاسترجاع أراضيه المغتصبة،
ومن ثم بدأ تحرك المغرب لاستكمال وحدته الترابية، حيث أعلن جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه في خطاب موجه لشعبه يوم 16 أكتوبر 1975 عن تنظيم المسيرة الخضراء التي أبدعتها عبقرية ملك وأذهلت العالم أجمع بسلميتها. شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. وكان هذا الخطاب الملكي التاريخي بمثابة المحرك الذي ألهب حماسة ووطنية المغاربة وتشبثهم بمغربية الصحراء، فلبوا النداء وهبوا بالآلاف في اتجاه الأقاليم الجنوبية للمملكة يوم 6 نوفمبر، سلاحهم القرآن والعلم الوطني الخفاق والإيمان الراسخ بشرعية ومغربية الصحراء. وبعد استكمال مسيرة التحرير وتحقيق الوحدة، انطلقت بالأقاليم الجنوبية مسيرة البناء والتنمية، وتتواصل الأوراش والإنجازات باطراد لتطال كل المجالات هادفة النهوض بأوضاع الساكنة اجتماعيا واقتصاديا، أوراش ستتعزز بمشروع الجهوية المتقدمة وبالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي يعتبر آلية مميزة لتحقيق الجهوية وتسريع تنزيلها بجهة الصحراء. انطلقت اليوم أول جلسة للأسئلة الشفوية في الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية بمجلس النواب. وفي جدول أعمالها 32 محورا همت مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، أبرزها الإقلاع الاقتصادي. عبد الهادي الجحفي، عبد الله مزاحم والمهدي مورين. أول جلسة أسبوعية في الولاية التشريعية الحالية بمجلس النواب، جلسة عرفت 32 سؤالا شفويا موزعا على مختلف القطاعات. فرق الأغلبية خصصت سؤالها الأسبوعي للإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لدعم المقاولة الصغرى والمتوسطة والرفع من وتيرة مساهمتها في القطاع الصناعي. كلا لاين بيمو هي متخصصة للمقاولة الصغرى والمتوسطة، واتجاه ديالها اللي غيرناه هذه سنتين كانت كتشتغل في شكل اخر. دابا تبعات مشاريع يعني ديال المغرب باش تعطي المقاولات الصغرى فرصه باش يمكن لها تستثمر حتى هي وتستافد من صفقات عموميه. الان كيف عرفتوا المرسوم كاين موجود، غير خصو يتطبق اكثر ما هو كيتطبق الان. مداخلة مختلف الفرق النيابية تطرقت إلى أهمية المقاولة الناشئة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل، الشيء الذي يتطلب دعمها للاستفادة من صفقة الاستثمار العمومي. احنا اليوم كان السؤال ديالنا للحكومة وهو السبل والتدابير اللي كتعملها من أجل إعطاء الأولوية لهذوك المقاولات الناشئة للاستفادة من الصفقات العمومية. وقلنا لهم بأنك يجب على الحكومة أنها تلقى واحد التدابير وواحد صيغ قانونية باش تخلي هذوك المقاولات الناشئة تستفاد من ذاك الحصة اللي كيعطيها لها المرسوم ديال 20 مارس 2013. هذا السؤال وجهناه إلى الحكومة، هدفه معرفة الإجراءات والتدابير التي تنوي اتخاذها لدعم المقاولات الصغرى والكبرى، علما أن هذه المقاولات تساهم في تخفيف البطالة. التدابير كما قلت تتجلى أساسا في المساعدة المباشرة للمستثمرين، في المساهمة بقسط في الاستثمار لإقامة المقاولات، بتيسير الولوج إلى الخدمات. كاين واقع اليوم ديال المقاولات الصغرى المتوسطة حسب بعض الدراسات اللي قامت مكتب دراسات 99% من المقاولات المفلسة هي من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن تساؤل هنا حول مدى نجاعة التدابير التي قامت بها الحكومة في إطار تنزيل السياسات العمومية، وأخص بالذكر المبادرات اللي جات من طرف بنك المغرب من خلال تخصيص 10% من الأبناك من القروض اللي كتعطيها الأبناك تكون مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعبئة العقار العمومي عوامل أساسية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وتمكينها من المساهمة في النسيج الاقتصادي الوطني.
إلى إشبيلية التي احتضنت أشغال اجتماع مجموعة الستة لوزراء الداخلية لكل من إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا وبولونيا، وشارك فيها المغرب الرائد بتجربته في محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية. سعيد غنام والعربي النهيري. أربع مواضيع كانت ضمن أشغال مجموعة الستة لوزراء الداخلية بإشبيلية: الجريمة المنظمة، الاتجار في البشر، الإرهاب والهجرة غير الشرعية. المغرب، إسبانيا، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولونيا تباحثوا حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد المشاركون في هذا الاجتماع الذي حضرته المملكة المغربية كضيف على أهمية الدور الفعال الذي يقوم به المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة. أظن أن التعاون بين الأجهزة المغربية والفرنسية جيد، وهذا اختيارنا للعمل معا وننسق فيما بيننا وسنقوي هذا التنسيق أكثر مستقبلا. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقاسم التجربة المغربية في محاربة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. المغرب شريك أساسي، والمغرب يساعدنا خصوصا في الحد من الهجرة الغير شرعية. المغرب شريك أيضا للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة. الاتحاد الأوروبي يعترف بالمجهودات والمبادرات التي تقوم بها المملكة المغربية. اجتماع مجموعة الستة أشادت بالجهود الملموسة التي يبذلها المغرب للاستقرار بشمال إفريقيا وبحوض البحر الأبيض المتوسط. الخبر الدولي نستهله من الصومال، حيث ارتفعت حصيلة الاعتداء بالشاحنة المفخخة الذي وقع أمس وسط العاصمة موغاديشو، ارتفعت إلى 276 قتيلا و300 جريح، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، لكن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الصومالية التي غالبا ما تشن هجمات مماثلة في موغاديشو وضواحيها. دون معارك سيطرت القوات العراقية على مبنى المحافظة في مدينة كركوك بعد انسحاب قوات البشمركة المسؤولة عن حمايته. تقدم سريع شمل أيضا حقول نفطية وأكبر قاعدة عسكرية في المنطقة. خالد الأحمدي. القوات العراقية تستعيد اليوم مبنى محافظة كركوك وسط المدينة دون مقاومة تذكر لقوات البشمركة التي أجبرت على إخلاء المبنى. هذا الإنجاز ينضاف إلى تمكن الجيش العراقي من إعادة بسط نفوذه على مواقع عدة استراتيجية في المحافظة، ويتعلق الأمر بمطار كركوك ومواقع عسكرية بالإضافة إلى حقول النفط التي استولت عليها قوات البشمركة سنة 2014 بعد أن عمت الفوضى في هذه الجهة من العراق جراء استيلاء تنظيم داعش على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد. مسؤول في وزارة النفط العراقية يعلن عن وقف ضخ النفط في حقلي هافانا وباي حسن، الحقلان معا ينتجان 250 ألف برميل يوميا. العملية العسكرية العراقية في محافظة كركوك بدأت يوم الجمعة الماضي، إلا أن السلطات العراقية أعطت مهلة للمسؤولين الأكراد للانسحاب من القواعد العسكرية وحقول النفط. فالقوات العراقية لم تشرع في التوغل في كركوك إلا ليلة أمس الأحد. قتل 6 أشخاص بينهم 4 من أفراد الشرطة، وأصيب 17 آخرون في هجومين شنهما مسلحون على نقطة أمنية ومصرف في شبه جزيرة سيناء. لقي 34 شخصا مصرعهم جراء موجة الحرائق التي تشهدها البرتغال وإسبانيا، 31 منهم في البرتغال التي شهدت منذ أشهر قليلة موجة حرائق هي الأكثر دموية في تاريخها. وفي كاليفورنيا أجلت السلطات آلاف السكان من منازلهم اليوم مع اتساع نطاق حرائق الغابات بسبب التغير المستمر في اتجاه الرياح، وذلك في وقت ارتفع عدد ضحايا أدمى حريق في تاريخ الولاية إلى ما لا يقل عن 40 شخصا، ويكافح أكثر من 10,000 رجل إطفاء 16 من حرائق الغابات شمال سان فرانسيسكو. أعلنت فيتنام عن استعدادها لإعصار خانون بعد الفيضانات المدمرة التي شهدتها المناطق الشمالية والوسطى من البلاد الأسبوع الماضي،
وأودت بحياة 72 شخصا. وتعد فيتنام عرضة للعواصف والفيضانات المدمرة بسبب طول سواحلها، وتسبب إعصار مماثل في دمار هائل بالأقاليم الوسطى الشهر الماضي. واللحظة ينضم إلينا ياسر العمراني في هذه الإطلالة الاقتصادية. ياسر مساء الخير. مساء الخير رضا، مساء الخير مشاهدينا الكرام. اليوم 16 من أكتوبر يحتفل العالم باليوم العالمي للغذاء، وهي مناسبة للوقوف عند مجهودات المغرب لتحقيق الأمن الغذائي. مخطط المغرب الأخضر يظل من أهم الاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تطوير المجال الفلاحي من خلال برامج عدة، من أبرزها البرنامج المتعلق باقتصاد الماء في السقي، والذي هم حوالي 90,000 هكتار. تقرير في الموضوع لأحمد بن خديجة. تشكل الفلاحة قطب الاقتصاد المغربي ورافعة أساسية في التنمية، فهاجس الأمن الغذائي أضحى الشغل الشاغل لدول المعمور بما فيها المغرب، كما أن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية واستهداف محاربة الفقر دفعا المغرب إلى التفكير في إعادة النظر في استراتيجيته الفلاحية. ومن هذا المنطلق أعلن جلالة الملك محمد السادس عن برنامج مخطط المغرب الأخضر، وهي خطة تروم جعل الفلاحة المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني، وذلك بالرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص للشغل ومحاربة الفقر وتطوير الصادرات. إن استراتيجية مخطط المغرب الأخضر تخص قطاعا يساهم ب 19% من الناتج الداخلي الخام، منها 15% في الفلاحة و 4% في الصناعة الفلاحية. هذا القطاع يشغل 4 ملايين قروي ويوفر حوالي 100,000 منصب شغل في قطاع الصناعة الغذائية، ويلعب دورا في التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد. وفيما يخص مواجهة نذرة الموارد المائية، طور مخطط المغرب الأخضر منذ إطلاقه 3 برامج رئيسية لملائمة الفلاحة مع التغيرات المناخية، وهي البرنامج الوطني لاقتصاد الماء في السقي، وبرنامج توسيع السقي، وبرنامج الشراكة في القطاعين العام والخاص في مجالي الري. بالرباط أجرى اليوم وفد يمثل غرفة التجارة والصناعة بإمارة أبوظبي عدة لقاءات مع مسؤولين مغاربة، وذلك بهدف البحث في فرص الاستثمار بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، خاصة في المجالين الفلاحي والسياحي. المتابعة مع عبد المجيد حلاوي وعبد الرحيم فيلول. إنهم أزيد من 20 رجل أعمال يمثلون أشهر الشركات والمجموعات الاستثمارية بأبوظبي، اختاروا زيارة المغرب للاستثمار، فهم يتحدثون عن بلادنا بتأثر كبير نظرا لما يجمع المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من علاقات قديمة تاريخية واستثنائية. زاروا وكالة التنمية الفلاحية وعبروا عن إعجابهم بسياسة المملكة في بناء السدود. نسعى أن يتواصل رجال الأعمال مع بعضهم البعض ونطلع بمشاريع خاصة، وكما تعلمون يعني موقع المغرب الجغرافي مهم بالنسبة لنا، واليوم المغرب أيضا تعتبر بوابة أفريقيا، فنحن يهمنا الحقيقة أن تكون هناك شراكات فعلية بين رجال الأعمال في الإمارات والمغرب لتنطلق من المغرب إلى القارة الأفريقية. نعم، استثمرنا في معظم القطاعات في المغرب وكانت استثمارات ناجحة جدا، إن كان في مجال الفندقة أو في مجال الصيد البحري أو في مجال الصناعة مثل الأسمنت، كلها كانت بالفعل مشاريع ناجحة وكان لها عائد مجزي جدا، وهذا الشيء بالفعل أنا أعتز به وافتخر به يعني. اعتزاز وافتخار وتفاؤل بمستقبل زاخر بالعطاء. رجال الأعمال سألوا عن الفرص المتاحة في القطاع الفلاحي وعبروا عن استعدادهم لدراسة مشاريع استثمارية تعود بالنفع والخير على البلدين. هذا اللقاء كينضوي في إطار تنميات والاستثمار بالقطاع الفلاحي، اللي هو تعتبر
ركيزة من ركائز الكبيرة هذه المخطط المغرب الأخضر. وكما كتعرفوا بأن وكالة التنمية الفلاحية تعتبر من الشباك الوحيد لاستقبال المستثمرين بالقطاع الفلاحي. رجال أعمال أبو ظبي التقوا أيضا بمسؤولين بقطاع السياحة. بعد الرباط سيزورون كلا من مدينتي الدار البيضاء ومراكش. نواصل الاقتصادية بفعالية المعرض الجهوي للتمور المنظم بجهة قلميم ودنون. تظاهرة تنظم تحت شعار واحات ودنون إرث تاريخي وإنساني يربط المغرب بإفريقيا. المعرض شارك فيه حوالي 40 عارضا يمثلون جمعية وتعاونية محلية. المتابعة مع حافظ محضار عبد الرحيم بن شيخي وعبد الرحيم حاجي. 70 تعاونية تشارك من أجل تثمين المنتوج المحلي وتسويقه. إنتاج متنوع حسب أنواع النخيل المتواجدة بواحات وادنون. للناس موعد مع هذا الخريف المتمسك بحرارة فصل الحصاد كي يلتقي الفلاحون بتغجيجت ويعرض للبيع أحلى ما تجود به الأرض. عرضي المنتوجات ديالنا المحلية اللي كتنتجها تعاونية فلاح إمسكراد وهي عبارة عن تمر عسل الحر. جينا المعرض ديال تغجيجت باش يلا نبيعو شوية ونستافدو شوية مع حيت عندنا غير من المعرض للمعرض فاش كنبيعو. المعرض مقدمة في الإنتاج ديالنا ديال التمر اللي كنديرو اللي كنتجو في البلاد ديالنا في الفيلاج ديالنا في التعاونية ديالنا. وكنتنا باش نبريزونتو التمر ديالنا باش يتباع يتعرفوا ويعرفوا الناس. من تغجيجت مرت القوافل قديما محملة بالسلع من وإلى إفريقيا. مرت أيضا أجساد وأفكار ومن الفكرة جاء هذا المعرض الجهوي كي يميز الناس بين أحلى ما في التمر والأحلى منه في التمر أيضا. واحد العدد ديال التعاونيات المشاركة ما يقارب 70 تعاونية من جميع المنتوجات المحلية. وهذا المعرض جاب واحد تثمين لمنتوج الجامعة ديالنا على التمور. الحمد لله هذا العام كاين تسويق وكاين تثمين المنتوج. تثمين وتسويق لأصناف من التمور تميز وادنون. لتافيلالت مجهول شاع صيته ولتغجيجت بوي الطوب كصنف نادر. أما الآن فنتابع نسب بورصة الدار البيضاء في أولى تداولت هذا الأسبوع إلى جانب المؤشرات العالمية أسعار النفط وأسعار العملات. بهذا إذن تنتهي اقتصادية هذا اليوم. أما الآن فنعود لرضا لإتمام الرئيسية. شكرا لك ياسر. نواصل من الرباط حيث وقفة احتجاجية نظمتها اليوم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أمام وزارة الصحة. الأسباب ورد الوزارة الوصية نتابعها في ريبورتاج عبدالله الجقر وياسر المعازي. أمام وزارة الصحة صباح اليوم وقفة احتجاجية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تزامنت والإضراب الوطني الذي دعت إليه ذات النقابة. هي وقفة تخللتها شعارات للمطالبة بتحقيق الملف المطلبي لأطباء القطاع العام. لها ملف مطلبي عادل وشامل باعتراف الوزارة لكنه لم يتحرك قيد أمله في اتجاه صحيح. نمد اليد للحوار لكن الحوار الجاد ليس كغاية
ولكن الحوار كوسيله لتحقيق المطلب. مطالبنا كثيره ومتعدده يعني وقاره وعادله. تخويل الرقم السيدالي 509 بكامل تعويضاته كمدخل للدكتوره الوطنيه. المطلب الثاني هو اضافه درجتين ما بعد خارج الاطار. والمطلب الثالث هو الرفع من مناصب الداخليه والاقامه بالنسبه لطلبه الطب. وزارة الصحة من جهتها تؤكد التزامها بالحوار مع كافة الفاعلين النقابيين من أجل العمل المشترك لتحقيق بعض المطالب وأجراءتها وتفعيلها. وزارة الصحة هذا الملف مطلبي مقتنع به تدفع عليه. احنا غنمشيو بعيد في هذا الشيء لان هذا الشيء كله تحتاج اموال والاطباء وجميع المهن تيستاهلوا كل خير. هذا مطلب ملف مطلبي معقول اللي كانت طالبت به النقابات 2011 خصنا الاجراء والتفعيل ديالو. وزاره الصحه تجدد تشبتها بالحوار المنتج، تجدد تشبتها بالنهج التشاركي المسؤول. يذكر أن جلسات للحوار ما زالت مستمرة بين وزارة الصحة ومختلف النقابات من أجل الانكباب على دراسة بعض القضايا المرتبطة بالملف المطلبي للأطباء. في الرباط دائما اتفاقية الشراكة بين وزارة إصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية و16 قطاعا وزاريا، والهدف إنجاز نظام معلوماتي لتدبير الموارد البشرية. أحمد العلوي وفؤاد الحرش. هي اتفاقية شراكة تضم 16 قطاعا وزاريا هدفها إنجاز نظام معلوماتي مشترك لتدبير الموارد البشرية، خطوة تعد لبنة أساسية للرقي بمستوى الإدارة العمومية وإرساء الحكمة الجيدة والنجاعة بالمرفق العمومي. بهذا التوقيع غادي نقطعوا واحد الخطوة مهمة جدا في مجال تحقيق وتعزيز الالتقائية والتعاون المشترك بين الوزارات في المجال ديال تدبير الموارد البشريه، لكن ايضا وتبعا وتنفيذا لتوجيهات جلاله الملك سنمضي خطوه بخطوه مهمه في مجال تعميم الاداره الالكترونيه. مشروع يروم تحقيق تحول في نظام تدبير الموارد البشريه للادارات العموميه وخلق اداره ناجعه ومؤهله في اطار مقاربه شموليه تجمع الابعاد القانونيه والسلوكيه والتنظيميه. افتتحت اليوم برباط فعاليات المؤتمر الدولي حول الرياضيات وتطبيقاتها في قضايا التنمية. في برنامجه عروض يتناقش فيها حوالي 250 باحثا من مختلف دول العالم. في المتابعة عبدالله الشجر وياسين المعزي. أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات تستضيف من خلال هذا الملتقى عددا من الخبراء والمتخصصين عبر العالم في مجال الرياضيات التطبيقية، واليوم بحث مشترك في تطبيقات الرياضيات من أجل قضايا التنمية بالقارة الإفريقية. سبعة ديال المواضيع أهمها هو رياضيات وتطبيقاتها في الطاقة، رياضيات وتطبيقاتها في الصحة، ميدان الصحة، ميدان الفلاحة، ميدان الصناعة، الأمراض المعدية وغيرها من المواضيع التي تهم تنمية إفريقيا والتنمية بصفة عامة. أزيد من 20 بلدا إفريقيا يشارك في هذا الملتقى والذي يجسد شراكة علمية تجمع المغرب وفرنسا بهدف تشجيع الرياضيات التطبيقية داخل المنظومات التربوية وبحث إمكانيات مساهمتها في التنمية. الشراكة القائمة بين الدول الإفريقية وخاصة المغرب من جهة وفرنسا من جهة أخرى في مجالات الرياضيات هو عمل من أجل تطوير هذا العلم وتجديد المواضيع وبحث آليات إدماج هذه العلوم في قضايا التنمية. كما هو معلوم التقدم التكنولوجي الحالي يستند في مجمله على تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي بدورها ترتبط أساسا بالرياضيات والمعلومات. هو لقاء علمي دولي سينكب على مدى 4 أيام على مناقشة عدة مواضيع ترتبط بأهمية الرياضيات التطبيقية في عدة مجالات هي من صميم التنمية في القارة الإفريقية والتي تزخر بطاقات وكفاءات عالية في هذا التخصص العلمي.
واللحظة وقفة مع الخبر الرياضي وجديد منافسات كأس العرش في كرة القدم. عن دور الربع في مرحلة الذهاب، نهضة بركان يحل ضيفا ثقيلا على شباب قصبة تدلى ويفوز عليه بهدف دون مقابل. خالد رغوت. بالملعب البلدي لمدينة قصبة تدلى، استضاف فريق شباب قصبة تدلى المنتمي لأندية القسم الوطني الثاني ضيفه نهضة بركان في مباراة برسم ذهاب مباريات ربع نهاية كأس العرش. الفريق البركاني بقيادة مدربه رشيد الطوسي كان مطالبا في هذه المباراة تأكيد مسيرته الموفقة في منافسات كأس العرش، خصوصا بعدما تجاوز في الدور السابق أحد أقوى الأندية الوطنية فريق الوداد البيضاوي. وقد تأكد ذلك من خلال الفرص السانحة التي أتيحت له، وكان قريبا للوصول لشباك الحارس التدلوي رضا بوناغا خصوصا عن طريق اللاعب بكر الهلالي. مع بداية الجولة الثانية تتاح أوضح فرصة لتسجيل هدف السبق لفائدة شباب قصبة تدلى، لكن اللاعب هشام بن عزة يضيع أمام استغراب الجميع بعدما خانه التركيز في تسديد الكرة نحو الشباك. الجمهور القليل الذي تابع هذه المباراة كان عليه انتظار حتى الدقيقة 80، فبعد أول تهديد لنهضة بركان برأسية المهاجم أيوب كعبي، يتمكن نفس اللاعب أيوب الكعبي في المحاولة الثانية من توقيع هدف الانتصار والوحيد لفائدة الفريق البركاني بعد استغلاله لخطأ في التغطية الدفاعية للفريق التدلوي. إذن هذا اللقاء ينتهي بعودة فريق نهضة بركان بفوز صغير بهدف 0، لكنه يبقى مهما في انتظار مباراة الإياب بمدينة وجدة نهاية هذا الأسبوع. إلى التذكير بالعناوين. جلالة الملك يدعو في خطابه السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية إلى التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة كمدخل حقيقي لبناء نموذج تنموي فعال. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالجديدة افتتاح معرض الفرس في دورته العاشرة تحت شعار 10 سنوات من الولع والاعتزاز. واليوم تحل ذكرى إعلان جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء، ملحمة وضاء في مسلسل استكمال وحدته الترابية. وفي اليوم العالمي للغذاء، جهود حثيثة يقوم بها المغرب عبر مخطط المغرب الأخضر من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاستثمار الأمثل للثروات الطبيعية. نستودعكم الله.